اوكي طبعا توماس وايد اعتبروها بارت او ديزيزز لها علاقه بالكارديو، لها علاقه بالريسبيراتوري، فكلش ضروري انه نكون فكره عنها. ان شاء الله كلكم فطرتوا وشربتوا شاي ارتاحيتوا، اللي اكيد يعني هسه دا يشرب شاي. اكو بس أي نعم. طلاب دي يقولوا لي دا ينتظرون مين؟ لا ينتظرون بيرميشن. المفروض ما عندي بعد احد، المفروض ما عندي احد بالويتنج ليست بعد. ما اعرف دزول انسان. اكو بعد احد دا ينتظر؟ هسا هاي قدامكم بالشاشة، هاي الويتنج ليست فارغة. هسا ايه تمام تمام اوكي شكرا تمام. فاذا نرجع على الروماتويد ارثرايتس، قسم يعتبروها من الكونكتيف تيشو ديزيز وقسم ما يعتبروها من ضمن الكونكتيف تيشو ديزيزز. كمقدمه اذا السلايد ما واضح قولوا لي، لان مرات الشير سكرين شويه تبطئ البرزنتيشن. انا ما اريدكم اكيد تعرفون تفاصيل كلش عميقه عن الروماتويد ارثرايتس، لكن مهم نعرف الباثولوجيكال بروسيس مالتها نكون فكره عنها، مهم نعرف الكلينيكال فيتشرز واللاب انفستيجيشن مالتها، ونعرف البيسكس مالت التريتمنت. حنبدي هالمرة المحاضرة بكيس. تخيلوا مريضة اسمها حميدة محمد، عمرها 50 سنة، عدها اجت عدها ريست بين، عدها هذا مدى يأشر، هي اجت عدها ريست بين لمدة 2 months duration، couldn't make a fist in the morning. أحد بيكم عنده فكرة يعني شنو واحد ما يقدر يسوي يعني يسد إيده الصبح شنو معناها؟ Early morning stiffness sign of rheumatoid arthritis. Yeah, عفية. هذه أنه الستيفنس مو شرط المريض يجي يقول أنا عندي ستيفنس، ما يعرفون هذا التعبير. فمثلا تقول لنا أنا ما أقدر أسد إيدي الصبح، هذه معناها ستيفنس. And had fatigue. من فحصناها؟ شفنا عندها both wrist كان بيها swelling، وعندنا الميتاكاربو phalangeal joints و limitation of movement. بالتحاليل مالتها طلع الـ ESR مالتها عالي 55. تعرفون ايش قد النورمال ESR؟ من 0 إلى 4. زين اعطيكم شغله انتوا هاي خلوها بالكم، لحد ال20% حسب العمر، حسب العمر وحسب الجندر يختلف. اذا يم كل واحد يمكم عنده ورقه وقلم حتى يكتب، انا بعدين ادز لكم اياها اذا تردون. الاي اس ار بالفيميل هو يساوي الايج زائد 10 تقسيم 2، هذا الابر ليميت نورمال. ايج نزيد عليه 10 يعني هي عمرها 50 سنة، اذا ازيدها 10 ايش قد تصير؟ 60، مو صحيح؟ تقسيم 2 المفروض 30، هذا الأبر نورمال. إذن هي إليفيتد عندها لمن 55. والسي آر بي المفروض النورمال لحد 6، هي عندها عالي طالع عندها 20، وطالع عندها هذا الآر إف اللي إحنا نسميه روماتويد فاكتور، نختصره دائما آر إف، طالع عندها بوزيتيف. فإذن شنو الدايغنوسيس مالتها؟ هي الغرض في المواضح من المحاضرة إنه هي هاي روماتويد أرثرايتس. بالنسبة للميل الـ ESR مالتنا نقيس الـ age على 2، ما يحتاج نزيد 10. age تقسيم 2 هذا الـ upper normal ESR بالنسبة للميل. فإذا ممكن نحصل range according to the age of the patient. زين شنو هي الروماتويد arthritis؟ هي عبارة عن systemic disorder of inflammation. إذا هي does not affect the joints only. It is a systemic disorder. Okay.
لحظة بالله خلي حتى أقدر أشر لكم عليها. إذن هي systemic disorder of inflammation. قلنا الـ ESR بالفيميل هو age زائد 10 تقسيم 2، وبالميل هو الـ age تقسيم 2. أوكي؟ زين. بالنسبة للروماتويد أرثرايتس هي systemic disorder، إذن هي مو بس affect the joints، هاي نقطة مهمة. يا مفاصل عادة تنضرب synovial joints، وهي الميزة مالتها أنه هي chronic. ليش؟ لأنه أكو other disorders ممكن affect the joints بس تكون acute، تجينا وتروح. منو اللي تشبه الروماتويد أرثرايتس لكن تكون acute؟ مثلا الروماتيك فيفر، سامعين بالروماتيك فيبر، ماخذيها بالأطفال، هاي اللي يصير ورا ستريبتوكوكال انفكشن. هذه عادة أكو عندها مصطلح يقولون، يعني مثل المثل يضربوه عليها، يقولون الروماتيك فيبر licks the joints and beats and bites the heart. يعني الجوينت مجرد تلطعة يوم يومين يتأذى ويطيب، لكن الهارت هو اللي damaged permanently by روماتيك فيبر. عكس الروماتويد أرثرايتس اللي الجوينت بيها disabled وكرونيك عادة الروماتويد أرثرايتس بولي أرتيكولر. عندنا مصطلحات بالروماتولوجي، أكو عندنا بولي وأكو عندنا باوسي وأكو عندنا مونو. المونو من اسمه واضح هو single joint. البولي معناها involvement of five or more joints، والباوسي أرتيكولر اللي هو four or less. الأقل من 4 وأقل نسميها pauci articular involvement، إذا 5 وأكثر نسميه poly articular، وإذا single joint نسميه mono articular. بس باعتبار إحنا قلنا إنه هي systemic disorder، فإذا هي راح affect شنو؟ راح affect مو بس the joints، affects other organs outside the joint. مثلاً the skin، the blood vessels ممكن تسوي vasculitis، the nerves ممكن تسوي لنا mononeuritis multiplex، الهارت ممكن تجينا several disorders بالهارت، اللنج ممكن تجينا interstitial lung disease، المصل ممكن يصير اكو weakness myositis يصير، وإلى آخره. الاتيولوجي مال الروماتويد أرثرايتس طبعا لحد الآن ما يعرفون بالضبط شنو الشيء اللي يخلي الواحد يصير عنده روماتويد أرثرايتس، لكن اكو أشياء مثبتة. المثبت أنه اللي عندهم HLA-DR4 هما عندهم strong association، it's strong risk for rheumatoid arthritis. اللي عندهم إذن شنو؟ DR4 هذا strong risk للروماتويد arthritis. إيش وقت هذا المريض أبو دي؟ مو أي واحد عنده DR4 يصير روماتويد. لما أنا عندي genetic susceptibility وأنا أعرض نفسي ل environmental factor راح يصير عندي RA. ال environmental factors شنو هما؟ ممكن certain infectious agents، مثلاً المايكوبلازما، الإبشتيم بار فيروس، الروبيلا فيروس، والستريبتوكوكس يعني species of bacteria. هذولا إذا المريض مثلاً DR4 positive ويصير عنده infection بهذني، ممكن بالمستقبل وراء 10 سنوات ممكن يصير عنده rheumatoid arthritis. مثلاً dietary لقوا أنه lack of vitamin C ممكن associated with rheumatoid arthritis، أو قسم يقولون vitamin D همينه. The smoking one of the most important risk factors for rheumatoid arthritis. وهرمونال فاكتورز، الهرمونال فاكتورز تلعب دور لانه واكو طبعا فد شيء خلينا نقول نظريه تساهم في انه في نظريه انه الهرمونز تلعب دور انه الفيميلز affected more than males بالروماتويد arthritis. كل ما المريضه تكبر بالعمر من عمر الاربعينات فما فوق تزداد عندها الريسك، و السيمتومز عادة improve during pregnancy. فإذا أكو نظرية تقول أنه هي البالانس بين الأستروجين والبروجستيرون ممكن تلعب دور بالريسك والديفلوبمنت أوف روماتويد أرثرايتس. زين، نجي فد نقط بسيطة على الباثوجينيسيس، ما راح ندخل بالتفاصيل. أكو عندنا نعرف أنه synovial joint أكو بي synovial membrane. هذا الممبرين عادة يسوي يعني يغطي الجوينتس من جوا، يبطنه. ليش؟ يطلع لنا فلويد نسميه synovial fluid، يساعد على lubrication and nourishment of the cartilage. نعرف انه lubrication اذا الكارتلج اذا شيء يضرب بشيء راح يصير، راح يسوف.
يعني تعرفون انتوا حتى بالسيارة بالعتلات دائما اكو يعني شو نسميها احنا صمونة او فتشي يعني حتى تمنع انه الحديدة تسوف. فهذا دا يشتغل هذا الشغل الستينوفيال ممبرين الستينوفيال ممبرين سكريت فلويد حتى يسوي لبروكيشن حتى لا الكارتيج والبون يصير بيه سوفان اذا يعني بسبب الاحتكاك. عادة هو كلش ثين ممبرين يتكون من أقصى شيء ثلاث ليارات من الخلايا. لكن لمن هذا بالنورمال طبعا هذا الفكرة هذا النورمال. لكن بالروماتويد أرثرايتس شي يصير السينوفيا وراح يصير به إنفلاميشن وراح الخلايا توصل لحد 7 إلى 8 طبقات. هاي الإنفلاميشن راح يكبر ويسوي لنا فتشي نمو داخل السينوفيا منسميه باناس. هاي الباناس تتوحش وتكبر وتقوم تاكل ويعني locally invade surrounding area وحتى تاكل البون فتسوي لنا الايروجن. باعوا هنا عندي صوره باعوا هنا هذه الصوره هاي حلوه هذا النورمال سينوفيوم تشوفوه هذا هو السينوفيوم فتسن ممبرين هذا الكارتليج طبعا هذا السينوفيوم سن ممبرين يغطي لنا هاي المنطقه. باعوا هنا شلون هاي المنطقة هذه اسمها بانس تشوفون هذه شلون ماكلة الاريا هنا هذه البانس هايبرتروفايد ثيك صاير هنا شلون خفيف ورقيق هنا كان في حين هنا صار ثيك وماكل البون داير مدايرة. فلهذا السبب الار اي تسوي لنا ايروجن لان البانس راح تاكل البون. اكو عندي جينيتك فاكتورز تلعب دور بالديفلوبمنت اوف ار اي منو هي العفو الاميونولوجيكال فاكتورز. اكو عندنا الروماتويد فاكتور اكو عندنا انتي بودي نسميه انتي سيترونينيتد بيبتايد انتي بودي هذول شنو هم هذول انتي بوديز. اكو عندنا الكومبلمنت سيستم ممكن يلعب فاكتور بالديفلوبمنت اوف ار اي. واكو عندنا امبورتنت سايتوكينز هذول السايتوكينز كلش مهمه لانه هم اساس الثيرابي فور روماتويد ارثرايتس. السيتوكينز لازم احنا نحافظ على بالانس اوكي بالانس بين الانفلاماتوري والانتي انفلاماتوري سيتوكينز حتى نحافظ على بالانس. من هم الانفلاماتوري سيتوكينز؟ التي ان اف الفا انترلوكين 1 وانترلوكين 6 هذول نسميهم برو انفلاماتوري سيتوكينز هذول يلعبون دور بالباثوجينيسيس اوف روماتويد ارثرايتس. هما دول fighting with what? Fighting with the anti-inflammatory cytokines اللي هما interleukin 1 receptor antagonist. هذا شي يسوي هذا الانترلوكين 1 receptor هو من اسمه الانترلوكين 1 هو anti هو pro-inflammatory والانترلوكين 1 receptor antagonist هو anti-inflammatory يعارض شغله حتى يسوي down regulation بالinflammatory cytokines. بس العفو دكتورة نعم دكتورة أكو طلاب ما دي يقدرون يفوتون. نعم نعم هسه اوكي إذن قلنا أنه أكو عندنا immune mediators تلعب دور بالdevelopment of rheumatoid arthritis. أكو بيها pro-inflammatory اللي هي interleukin 1 و TNF-alpha وأكو عندنا anti-inflammatory اللي هي interleukin receptor antagonist. تبدي المشكلة تبدي بالcytokines. إيش راح تسوينا؟ راح تخلينا السينوفيوم يصير بيه تسخن ومثل ما قلنا يسوي البانس فورميشن. فش راح يصير؟ راح السينوفيوم راح يملئ بوايت بي سيز ماكروفاجز وراح يصير لنا اللي سميناها البانس فورميشن. فلهذا السبب هي السيتوكينز مهمه لانه هي تسوي ريكروتمنت اوف وايت بي سيز وتساهم في الديفلوبمنت اوف ذس بانس فورميشن. اللي توهم اجوا هذا الصوره هذه اللي عليها المؤشر هسه هذه normal joint السينوفيال ممبرين يكون بيها كلش رقيق
كلش رقيق، لكن هنا joint of rheumatoid arthritis تشوفون السينوبيوم is very thick. هاي اللي هنا نسميها panas تاكل العظم، وتشوفون الجوينت هنا شون lean، هاي الجهة شون joint lean، في حين هاي الجهة شون مورم الجوينت. ليش؟ بسبب السينوبيوم thickening و panas formation. إذن هي البانس من شنو متكونة؟ متكونة من thick synovium white BCs اللي منو جتي، منو اللي خلى white BCs تجي؟ هي pro-inflammatory cytokines اللي صاحت الwhite BCs حتى تبعد بالjoints، اللي هي أهم شيء TNF-alpha والinterleukin 1 والinterleukin 6. ليش كلش مهم أعرف منو هذول؟ لأنه هم هذول the basics of treatment of rheumatoid arthritis. زين، أكو نقطة أخرى، أنه داخل السينوبيوم راح يصير اكو عندنا اكتيفيشن اوف تي سيل، ولما المريض هو عنده جينيتك سسبتابيليتي الاند ريزلت مالت الاكتيفيشن اوف تي سيل انه راح يصير عندنا اكتيفيشن اوف بي سيلز. هاي البي سيلز ايش راح تطلع لنا؟ راح تطلع لنا انتي بوديز، وراح تطلع لنا مور انفلاماتوري سايتوكينز، فالانفلاماتوري بروسيس راح يستمر ويتكون. مهم هاي النقطه ليش؟ لانه الانتي بوديز ممكن تساعدنا بالدياغنوسيس اوف روماتويد ارثرايتس. منو هي الانتي بوديز المهمه بالروماتويد ارثرايتس؟ اكو عندنا الانتي سيترولينيتد بيبتايد انتي بودي، احنا نختصره اكبا. اكو بيبتايد بالجسم نسميه سيترولين. هذه الانتي بودي يشتغل ضد السيترولين، فيسموه انتي سيترولينيتد بيبتايد انتي بودي، وهذا كلش يلعب بريدكتيف فاليو. تعرفون يعني شنو بريدكتيف؟ يعني اذا كان المريض كل شيء ما عنده وعنده هذا اللي نسميه اكبا، للاختصار راح نسميه اكبا، اذا المريض هيستوري مالته نيجاتيف وعنده اكبا، اتوقع بالمستقبل ممكن يتحول الى روماتويد ارثرايتس. وكذلك اذا المريض صار عنده ار اي وهو عنده اكبا بوزيتيف، راح اتوقع هذا مور سيفير ديزيز لمن ما عنده الاكبا. اوكي، الاكبا مو هو الانتي بودي الوحيد، اكو مثل ما قلنا اكو عندنا الار اف، لكن الار اف ما يلعب دور بالبريدكشن اوف روماتويد ارثرايتس. بعض النقاط عن الابيديميولوج اوف روماتويد ارثرايتس، ات افكتس 1% اوف ذا بوبوليشن، يعني تعتبر من الامراض النادره تقريبا. مثل ما قلنا الفيميلز affected more than males، بس نشوف أخاف أكو أحد بالويتنج روم بعد. أي أوكي، إذن الروماتويد أرثرايتس it will affect 1% of the population، عادة الفيميلز أكثر من الميلز. أخذوها قاعدة، إحنا بالمفاصل الفيميلز عندنا أكثر الضحايا، وأكو عندنا بس يعني شواذ بسيطة عن القاعدة يكون الميل أكثر، وراح نذكرها وراح تبقى ببالكم من هم اللي الميل أكثر. لكن كقاعدة أخذوا منو أكثر ناس affected by rheumatic disorders عادة هم females. الـ peak age هو بين العمر 25 إلى 45 عادة. طبعا هذا شو نسميه؟ هذا نسميه third إلى fourth decade. أخاف يجيكم يعني بالكويز مثلا يقول لكم third و fourth decade إلى fifth العفو decade. فهي هذا الـ age of incidence بين الـ 25 إلى 45 تقريبا. مثل ما قلنا الـ disease هذا عكس الـ systemic lupus erythematosus، هذا راح يتحسن during pregnancy and flare postpartum، معناها أكو فتشي بالـ pregnancy تيخلي المرض يخف على المريضة. فإذن مريضة الار اي خلوها ببالكم راح تتحسن بالحمل، ترتاح بالحمل، مو مثل مريضة اللوبس اللي يجي عليها المرض اثناء الحمل. ليش روماتويد ارثرايتس مهم انه نعرف عنها؟ لانه بيها significant morbidity، يعني حيتفسخ المريض، حيجينا صقب على قولتهم. لا اذا عنده شغل ما راح يقدر يشتغل، اللي عنده دراسة راح يتعطل عن دراسته، طبعا مو كل المرضى، لكن اذا انعافت بدون علاج هذه هي النتيجة. لهذا كلش مهم أنه أنتوا تكون عندكم فكرة، يعني ممكن بكل بساطة يجيكم باشر عقب أكتب مركز صحي بالاستشارية، يجيكم relative يسألكم، أي أحد ممكن يسألكم على joint. كلش من المهم أنه تعرفون نقط مهمة
تخلينا إحنا نفكر أنه هذا المرض هو إنفلامتري أحسن مما يبقى المريض بدون علاج ويصدر. فإذا لازم تكون فكرة عنهم. بالإضافة للموربيديتي، يعني مو بس أنه المريض راح يصير عنده موربيديتي، أكو بيها مورتاليتي، والمورتاليتي مالتها similar to stage 3 Hodgkin's lymphoma، يعني it is not an entirely benign disease. أوكي؟ طبعاً الصرف عليها وعلاجاتها هي دولة لازم تصرف هواية عليهم على مرضى الـ RA، والpatients are frequently disabled ويحتاجون rehabilitation جيد. فلهذا السبب إحنا لازم نكون فكرة ولو بسيطة عن الروماتويد أرثرايتس، وأعرف وش وقت أني إمكانياتي أني أعالج المريض وش وقت لا لازم يتحول إلى واحد اختصاصي حتى هو يكمل المانجمنت مالته. شنو أسباب الوفيات بالروماتويد أرثرايتس؟ ليش يموتون أهل الـ RA؟ أهل الـ RA most importantly يموتون بسبب ischemic heart disease. أخذوها قاعدة، أي inflammation بالجسم هو يحفز الأثيروسكليروسيس، أي inflammation يصعد CRP، CRP هو ماركر مال inflammation، أي inflammation يصعد CRP معناها راح يصير عندي early onset atherosclerosis، معناها أني at risk of development of ischemic heart disease. فالوفيات بالروماتويد أرثرايتس معظمهم بسبب early atherosclerosis and early ischemic heart disease. malignancy، المرض نفسه ممكن associated with malignancy، أو ممكن علاجات اللي نطيها ممكن تزيد الإصابات بالmalignancy. ممكن يموتون بسبب infection، هم عندهم chronic inflammation، أكو عندهم خربطة بالإنفلاماتري وبالإميون سيستم، هم معرضين للإصابة للإنفكشن. فوقها إحنا شنو علاجاتنا؟ علاجاتنا كلها إميون سبرسنتس وستيرويدز، اللي إحنا ممكن يا أما نحقق يعني خلينا نقول بالانس بيها، يا أما لا راح نزيد الطين بلة وراح نخلي المريض عرضة للإصابة بالإنفكشن. أكو طلاب يقولون ما يقدرون يفوتون. أرجع مرتلوك على الأوكي. نشوف أكو أحد. نعم. أوكي. فإذاً مدام أكو عندي systemic inflammation معناها أني عرضة للإصابة بالischemic heart disease أكثر. رقم اثنين، إذا leading cause هو شنو؟ هو ischemic heart disease، leading cause of death in rheumatoid arthritis. ثاني سبب هو malignancy. ثالث سبب الانفكشن، ممكن renal أو GIT complication of the disease or of treatment. هذني هي mortality associated with rheumatoid arthritis. شنو هي clinical feature of rheumatoid arthritis؟ إحنا أهم شيء بالـ RA هي persistent synovitis أو arthritis. إذن أحط ببالي أنه مدام RA، من ينقل لي RA شنو أفكر؟ أفكر هذا المريض لابد عنده arthritis، يعني مستحيل ماكو شيء اسمه RA بدون arthritis. شيلوا هذا الشيء من بالكم. وعادة هي إذا مو كلش رير أكو كيسات رير تكون أوليغو arthritis أو مونو arthritis، الأغلبية ورا فترة راح يتخذون الشكل الحقيقي اللي هي persistent polyarthritis، يعني يجون joint swelling pain stiffness، هذني signs of inflammation. مو دائما redness، redness قليلة نشوفها، ومن نشوف redness نفكر بinfection. دكتورة أسف على المقاطعة، بس هم أكو مشكلة لا تقدرين تشوفين مرتلو. والله أنا دا أسوي أدمت ما أدري دي سفر بطع ده. أوكي أوكي، قلنا الكاردينال ساين أو روماتويد أرثرايتس أو سيمتم أو روماتويد أرثرايتس هي أرثرايتس. من اسمها هي روماتويد شنو؟ روماتويد أرثرايتس. إذن هي لازم بيها أرثرايتس، وهي عادة بولي أرثرايتس، وهي بيرزيستنت، ما راح يعني تجي شوية وتروح. هذه هي الكاردينال ساين. عادة أفكتس وود جوينت، طبعا أكو نقطة تقول كل الساينوبيال جوينتس بالبودي أفكتد باي RA، بس من هم الجوينتس اللي أكثر شيء involved؟ الجوينتس الأكثر شيء هم joints of the hands and feet. although مثل ما قلنا any synovial joint ممكن يكون affected. إذن هم عادة hands و feet. هذول الروماتويد أرثرايتس.
اوكي اكثر جوينتس تكون افكتد، راح يجون اكو عندهم بين سوالينج بالانكل بالسمول جوينتس مالت الفيت وبالسمول جوينتس اوف ذا هاند. شنو عندهم الاذر سيمبتومز اذر ذان ارثرايتس؟ يجون عندهم فتيج، يجون عندهم ايرلي مورنينج ستيفنس. طبعا الستيفنس هي ساين اوف انفلاميشن، لانه واكثر شيء على شيء الصبح، لانه الجسم مثل ما نعرف الدايورنال فاريشن اوف ستيرويد راح يقل بالليل، فعلى ما يقعد الصبح هو متيبس كلش لانه ما عنده ستيرويد اللي ستيرويد يشتغل كانتي انفلاماتوري، فتكون الانفلاماتوري سيلز على اقصى مستوى لها الصبح، فيكون المريض يقعد ستيف. شو يقول لنا؟ يقول لنا ما اقدر افتح ايدي، ما اقدر اقوم من الفراش، ما اقدر البس الحلقه الصبح، اظل ما ادري ايش قد يلا اقدر اتحرك. هذه كلها معناها انه هذه مورنينج ستيفنس. ويكنس ليش؟ لما عنده ألم يبقى فترة ما يحرك إيده، ما يحرك رجله، ما يقدر يتحرك، يخاف من الحركات، يداري نفسه هواية، فشي يصير عنده مصل ويستينج ويصير عنده ويكنس. طبعاً مدام هي بيها إنفلاميشن فتكون فلو لايك سيمتم سمينا عندهم مصل بين، يصير عندهم فتيق ويا الويكنس ومصل بين، يصير عندهم لوس أوف أبيتايت لأنه هي sign of inflammation، أنه الواحد وضعه مو طبيعي، صار عنده fatigue و loss of appetite هي general sign، وممكن يصير عندهم depression بسبب هذا the chronic pain and disability. إذن كلش راح أعيد هاي النقطة، أنه أهم شيء persistent synovitis that affects the hand and feet among other symptoms اللي هي systemic manifestation. زين بالفحص شنو راح ألقي بالفحص؟ من أسوي له examination راح ألقي عدة synovitis. synovitis بالفحص هو فتشي دوي يعني مثل العجينة، يعني من ألقي joint مورم ألزمه مثلا الني مورمة ألزمها للني أحس إيدي تفوت بيها مثل وكأنما عجينة شوية قاسية، فدوي consistency. يصير عندهم spindling of the fingers يعني أصابعهم هذا أصبع طبيعي هيك شكله يكون، أبو الـ RA أصبعه شي يصير هيك شكله أصبعه، أنه distal spared هذا distal interphalangeal joint هذا، وهذا الـ proximal interphalangeal joint، فيكون الأصبع هيك شكله distal spared والـ proximal be swelling، إذن شكله مغزلي يصير الأصبع. يصير عندهم wrist expansion، الريست يصير كبير عندهم بسبب swelling of the metacarpophalangeal joint. يصير عندهم deformity في الRI. مهم أنه تعرفون أنواع الديفورمتي، مثلا أنتم ماخذيها المفروض بالأورثو أو ما أدري إذا بعدكم ما ماخذيها، أكو deformity اسمها botinier deformity وأكو swan neck deformity، سنجي عليها بالصور إن شاء الله. البوتينير ديفورميتي هي طبعاً البوتينير جاية من بوتين هول، يعني أنه من كلمة بوتين هول يعني الدقمة من تفوت بالفتحة مات الدقمة. ليش جاي هيجي اسمها؟ جاي اسمها من الفايبرز أوف دي مصل، أنه شو تصير هسه بالصورة تشوفوها أوضح. البوتينير هي عبارة عن الأصبع هيك يصير شكله، هذا الدي اي بي يصير اكستندد والبي اي بي يصير فليكس، بينما السوان نيك من اسمه هو مثل السوان يصير، تخيلون هذه بجعة، هذه الدي اي بي يصير فليكس والبي اي بي يصير اكستندد فتصير مثل البجعة. هلا أشوف الصور وينها، ماذا تطلع الصور؟ ما يخالف عود نتناقش بيها، عود أدزل لكم إياها للصور وعلى كل deformity. أكو عندنا other manifestations of rheumatoid arthritis اللي هي شنو؟ أكو يصير عندهم nodules، يصير عندهم جغد تطلع على ال extensor surfaces اللي هذه implies severe disease. مرات يصير عندهم disease لخ associated ويا نسميه Sjögren syndrome اللي هذا يصير عندهم دراينس بالماوث ودراينس بالآي، نسميه autoimmune exocrinopathy يعني الإكسوكرين جلانز يصير بيها failure. شو نسميه؟ نسميه شوغرين
سيندروم، يصير عندهم complication نسميه فيلتي سيندروم، اللي يصير لوكوبينيا ويصير عندهم سبينوميجالي زائد اللونج ستاندينج ار اي نسميه فيلتي سيندروم. يصير عندهم مثل ما قلنا فاسكولايتس، يصير عندهم فاربورا، كيوتانيوس ألسر، نيل بيد انفاركشن، هاي نسميها فاسكولايتس. ممكن يصير عندهم باللونج انترسيشيال لونج ديزيز، الهارت ممكن ينضرب، يصير عندهم افيوجن بريكارديال افيوجن، وممكن يصير عندهم فالفولار هارت ديزيز. ممكن عندهم النيورولوجيكال سيستم ينضرب، ليش؟ بسبب مو قلنا اني سينوفيال جوينت ممكن افكتد. فاكو عندنا السينوفيال جوينتس اللي تصير الفاسد جوينتس بين السيرفايكال فيرتيبرا، واكو ممكن الليجمنتس السبورت الفيرتيبرا يصير بيها خلل مشكله ويصير بيها ايروجن. فشي يصير؟ يصير سيرفايكال سباين انستابيليتي خاصه C1 C2. فتخيل واحد يموت بسبب C1 C2، يصير بيها خلل يصير فراكتشر بيناتهم، فالسباينال كورد ينقطع. اوكي، ممكن يصير عندهم بريفرال نيوروباثي، يصير عندهم خاصة انترابمنت، مو قلنا الريست يورم فيضغط على مثلا على الميديان نيرف فيعطينا كاربال تانل سيندروم، ممكن يصير النر تانل سيندروم، ممكن راديال تانل سيندروم، اي مكان يورم راح يضغط على عصب يسوي لنا انترابمنت نيوروباثي، او بسبب فاسكولايتس بروسيس راح العصب يتأذى ويصير فاسكولايتس. الاي كلش مهمه، العين تتاذى ب الروماتويد ارثرايتس. شي يصير عندهم؟ حمار بالعين نسميه ابيسكليرايتس، حمار والم نسميه سكليرايتس، سكليروماليشيا بيرفورانس يصير ثيننج بالسكليرا وتبين لونها ازرق اول مره، بعدين يصير بيرفوريشن بيها وتطلع المواد، يطلع السائل من العين، نسميها سكليروماليشيا بيرفورانس بسبب انفلاميشن اوف ذا سكليرا. يصير عندهم اوستيوبوروسيس، خلوها ببالكم، اي مرض وكرونيك انفلاماتوري بروسيس راح يسوي لنا اوستيوبوروسيس. يصير عندهم ممكن لينفادينوباثي، وممكن عندهم ريسك مال لينفوما بالمستقبل، ويصير عندهم اميلويدوسيس. هم خلوا ببالكم كل مرض الاي اس ار يبقى بيعالي فتره طويله، سي ار بي يبقى بيعالي فتره طويله، ممكن بالمستقبل ورا سنوات يسوي لنا اميلويدوسيس. مثلا الكرونيك تي بي ممكن يسوي لنا اميلويدوسيس، كرونيك اسما ممكن يسوي لنا اميلويدوسيس، ار اي ممكن يسوي لنا اميلويدوسيس. ما دام شيء انفلاميشن بيطول فتره طويله وما دا يتعالج زين، فانه راح يصير ابنورمال بروتينز تترسب بالجسم وتسوي لنا اميلويدوسيس. فهي مو فيتشر سبيسيفيك للار اي، ولا هي سبيسيفيك تو اني ديزيز، لكنه فيتشر اوف كرونيك ان تريتد انفلاميشن. اذا اكو هنا شويه اسماء اجوا صعبه عليكم، خلي اشوف اخاف احد هم دا يفوت. اي اخاف اكو اسماء شويه صعبه عليكم. اكو فشي اسمه فيلتي سيندروم، هذا كلش مهم. هذا الفيلتي شبيه فيلتي، حفظوه كانما شخص، هذا فيلتي عنده سبلين كبران، فالسبلين سواله كونسبشن وصار عنده لوكوبينيا، بس هو بالاصل عنده ار اي، يعني واحد عنده روماتويد ارثرايتس فتره كلش طويله، ورا فتره يجينا عنده سبلينوميجالي وعنده بانسايتوبينيا او عنده نيوتروبينيا، هذا شو نسميه؟ نسميه فيلتي. اوكي، حتى تحفظوها مثل الكود felty feeling for the spleen، felty حس بالسبلين. اوكي، هذا felty syndrome. شوغرين سيندروم هذا حينعاد عليكم وعنده محاضرة اصلا. هذا شوغرين سيندروم عنده دائما عطشان، هذا شوغرين عطشان وعيونه يابسة دائما، صايم شوغرين. اوكي، مثلنا من نصوم ونعطش، دائما عنده dryness بالماوث ودرينس بالاي. هاي الاسماء الممكن صعبة. الفاسكولايتس عندكم، فاسكولايتس كلش مهمة، هي مو كلش كمان بالآر اي لكنه ممكن تصير كلش خفيفة، مثلا بس نيل فولد يصير بيه مثلا سبلنتر هيموريج، نيل فولد انفاركشن، او ممكن كلش سيفير الفاسكولايتس يجينا مونونيورايتس مالتيبلكس، يجينا مثلا فوت دروب، يجينا ريست دروب، يعني افكتنج ذي كرونيال نيرف او افكتنج ذي راديال نيرف، ممكن يعني فد فايتال نيرف يكون افكتد بالفاسكولايتس. زين، ممكن interstitial lung disease، وهواية نشوف مرضى يموتون بسبب interstitial lung disease. ممكن cardiac disease، يجونا ischemic heart، مو قلنا ischemic heart disease وقلنا همينة هي leading cause of death، فهي ممكن تسوينا heart disease. العين ممكن يجونا ينعمون لأنه يصير عندهم scleromalacia perforans بسبب rheumatoid arthritis. حكينا من ضمن extra-articular manifestation of rheumatoid arthritis، قلنا أكو عندنا أفكر أحد
قلنا روماتويد نوديولز. هي الروماتويد نوديولز عبارة عن جغد، جغد هيك صغار، كل واحدة مثلا ممكن سنتيم، شوية أقل شوية أكثر، تطلع على ال around the joints أو أي مكان يصير عليها pressure. هي شنو هي؟ هي firm عادة لأنه المادة اللي بداخلها صلدة وليست مادة سائلة، يعني ما بيها fluctuation. أوكي، لأن هي عبارة عن خلايا من ال white bcs تتجمع وتسوي لنا هذه ال with central necrosis. فإذا هي ما بيها سائل بنصها حتى تصير fluctuant، فهي firm ما توجع عادة، ما بيها ألم. Around or oval عادة مدعبلة، لونها لون الجسم، ما تصير بيها حمار أبد. تقعد بالسبكيتانيوس تيشو، وطبعا هي fixed للبون، للبون الجواها. Found in the elbow وأني area of pressure. يعني احنا شايفين ناس مثلا مكان النظارة، مو النظارة هاي لابس نظارة مثلا، هنا مو اكو بريشر يصير هنا؟ تطلع اذا هو عنده استعداد يطلع روماتويد نوديول تطلع له بهذا المكان، تطلع له دعابل هيك صغار هنا بالمكان مال البريشر مال النظاره. مرات اكو مرضى اللي يبقون فتره طويله، المرضى اللي يبقون فتره طويله مثلا يعني نايمين، مو نايم هذا المريض فتره طويله نايم، هاي هنا تطلع له لأنه مكان مال بريشر. أكو مرضى مثلاً من يستعملون إيديهم هواية، يستعملون إيديهم هواية حتى يقومون ويتحركون فتطلع لهم هنا، أو من يصلون يقعدون على رجليهم فتطلع لهم على الرجل. إذا أي بريشر أريا، لكن most of اللي وين نلقيها؟ نلقيها around the elbows. هاي الصور راحت، هسا نشوف شنو المشكلة، يعني نحاول أشرح لكم الصور وياها. عندنا أكو موضوع هو المايلوباثي بالآر أي، مثل ما قلنا ممكن أفكت السيرفايكال سباين. عادة السيرفايكال السباين البقية ما هالقد إنفولف بالآر أي، بس حظ المريض أسوأ سباين ممكن أفكتد منه السيرفايكال، يعني تكتلة رأسا C1 C2، فهو من حظ السيء أنه ممكن C1 C2 تكون أفكتد، فالسبلكسيشن ممكن يصير عندهم. شنو الساين اللي تخليني أفكر أنه هذا المريض اللي يروح عنده C1 C2 subluxation وألحق عليه قبل ما يصير fracture؟ يكون عندهم severe neck pain often radiating to the occiput، ممكن headache كمان يقول لي، يصير عنده pressure على neurological structure. فشي يصير عنده؟ يصير عنده weakness بالarm وبالleg، يصير عنده dysesthesia in the fingers and feet، يعني تغير بالإحساس بالfingers والfeet، يعني neurological manifestation of the upper and lower limbs. تتعرفون بالنيورو لازم دائما نعرف what is the lesion and where is the lesion. فمن نسوي examination نصعد نفكر هذا lesion cervical، رأسا نفكر cervical زائدا RA، هذا أدير بالي من عنده، أخاف عنده C1 C2 subluxation. Jumping legs due to spinal automatism. أوكي، هذه تصير عنده أنه abnormal movement، يعني أنه يصير عنده ومن يمشي هم يمشي spastic gait، فصير عنده مثل الجمبينج، ويصير عندهم disturbed bladder function. هذني كلها signs تخليني أفكر أنه هذا المريض ممكن صار عنده C1 C2 subluxation. few points على الشوغرين سيندروم اللي حكينا عليه، قلنا dry eye و dry mouth. شوغرين هذا قلنا صايم. أكو أحد بعد؟ أي لا، بس سؤال دكتورة. اي تفضل. دكتورة شعلي C1 و C2 بالبلادر فانكشن؟ الباراسيمباتيك سبلاي اللي يصعد من البراين يجي الكنترول on the bladder and bowel يفوت بالسبينال كورد. فممكن البلادر والباول مو بس بالساكرال فلكسس، ممكن affected by يعني السبلاي in the upper area of the cord، لأنه هي كلها تمشي بالكورد بعدين. تمام، شكرا. أوكي، السيمتومز مثل ما قلنا شوغرين شبيه، هذا صايم وعطشان، عيونه يابسة، حلقة يابس. أني إكسوكرين جلاند، تعرفون يعني شنو إكسوكرين؟ يعني
تطلع السكريشن مالتها انتو كافيتي اور انتو ذا سيرفيس اوف ذا بودي، مو الاندوكرين اللي تطلع السكريشن مالتها انتو ذا بلود. فالاكسوكرين جلاندز مثلا أكيد الهوسة بالبيت غير شكل عن الدوام، بس المهم اللي كونتوا عنه فكرة مثلا، يقدر أحد يقول لي فد ثلاث عبارات أربع عبارات عن شنو هي الروماتويد أرثرايتس؟ دكتورة هو systemic inflammatory disease. عفية. affects يعني multiple joints especially small joints. نعم. يعني عادة تكون يعني أكثر من one joint، يعني قليل من تكون single joint or mono. يعني تكون multiple joint. دكتورة persistent systemic polar arthritis. عفية. يجي swollen go pain أكثر شيء. عفية. وفي بعد فشي هم يعني stiffness. stiffness هي مهمة. هنشوفها إحنا سب أكثر أمراضنا بالمفاصل أكو عندنا stiffness. من هي sign of inflammation. pathogenesis ما تعتمد على genetic and environmental factors. عفية. أكو في genetic predisposition زائد environmental triggers. هذا الخبر. panus formation. عفية بالباثولوجيا أكو عندنا pan هسه بس لهذا. panus formation. presentation تظهر بالصور هسه أشوفكم إياها اللي ما قدرنا نشوفها. هذا نوع حفظة DR4 راح تلقوه بهواية من أمراضنا. DR4 هو ريسك مال RA. اوكي هذا سيتوكاينز. اي سيتوكاينز كلش مهمه. منو هي؟ هي الانفلاماتوري انترلوكين 1 وانترلوكين 6 وتي ال الفا. يس هم هذول الكورنر ستونز اوف تريتمنت. هذول اكو كرايتيريا حتى يعني تو دايجنوز روماتويد ارثرايتس اللي يكون السكور مالته اكثر من 6 وفوق. عفيه هاي بعد ما واصل لها عشت ايدك. هاي شنو؟ قارين لعدتوا تعرفون عن الموضوع. لا دكتورة بس علي يقرأ لي قدام. ها عشتي ده معناها عدة واهز. أنا يعني توقعت المفاصل شوية جاف مو كلكم يعني عندكم واهز بيه. ترى هو عنده واهز بكل شيء ينقري. ما شاء الله. سداد ترى. هسه راح نبدي نشوف الصور اللي ما كانت تطلع ذي الساعة. بس في هذا يعني هالمرة تطلع شوية تبين عندنا باعوا. احنا شحكينا على الكون شحكينا قلنا انه الساينوفيوم شلون يكون رقيق وهو متكون من ثلاث طبقات من الخلايا. هذه نقول انه اقصى شيء ثلاث طبقات من الخلايا اللي هو الساينوفيوم. دكتور بس ماكو صورة. ماكو صورة؟ بعدين ما طلع الصورة. لا لحظة العفو لي أنه أنا مختارة فوتوز ما مختارة زوم. لحظة ثواني. أي هسه هسه طلعت عندكم. أي دكتورة. نعم دكتورة طلعت. أي دكتورة طلعت الصورة. فشنو ده شوفون هذه نورمال ساينوفيوم قلنا بس ثلاث ليرات من الخلايا. هذا هن هذه لير وهذه الثانية وهذه الثالثة. باعوا هنا أصلا ماكو ما نقدر نحسب كم لير. تقول أنه هايبرتروفايد ممكن توصل 8 إلى 10 ليرات. فكلش يكون ثيك الساينوفيوم بالروماتويد أرثرايتس. زين هاي الصورة شفناها قلنا أنه أديش مايكروسكوبيكلي هنا مايكروسكوبيكلي هنا ثن هذا اللاير إلى ثلاثة. وهنا ندل شوف إيش قثك الساينوفيوم. حتى أصلاً بالجراحة يشوفوه يعني من يسوون يعني ناظور للمفصل خاصة للركبة يشوفوه قدامهم. يعني البانسية مو مايكروسكوبيكال أبيرانس هي ماكروسكوبيكال وتأكل العظم وتسوي لنا إيروجين بهذا المكان. هذه صورة أخرى حتى تبين لنا الباثوفيزيولوجي همينة. هذه بانس فورميشن شنو أكو بيها؟ أكو بيها ماكروفيجز
اكو بيها بلازما سيلز. قلنا البلازما سيلز شو راح تطلع لنا؟ راح تطلع لنا انتي بوديز، وخاصه الار اف راح تطلعه. زين اكو اذر سيلز مثلا دندريتك سيلز، اكو اذر وايت بي سي اللي هي الليمفوسايت، هذه كلها ضمن البانس. ايش راح تطلع لنا؟ راح تطلع لنا سايتوكينز. السايتوكينز هذه راح تسوي لنا مور انفلاميشن، وراح اتراكت النيوتروفيلز اللي داخل الفلويد. فاني اذا هي نفسها البانس اكو بيها ماكروفاج واكو بيها ليمفوسايت، لكن السينوفيال فلويد يصير عندي بيه نيوتروفيل. هذه يعني مو معناها كل نيوتروفيل داخل الفلويد هو انفكشن، وانما ممكن حتى بالار اي الجي نيوتروفيل داخل الفلويد. باعوا هنا هاي صورة أخرى، باعوا شلون ما أقول العظم هنا ينأكل، هنا ينأكل عادة مارجنال. ليش يبدي مارجنال؟ إذا نرجع هنا على النورمال أبيرنس مات الكارتليج، باعوا الكارتليج شو مغطي؟ مغطي هاي الأريا لحد هاي الأريا. أكو هنا أريا نسميها بير أريا، هذه اللي هي منطقة تصير داخل السينوفيال ممبرين لكنه ما متغطاية بكارتليج، فهذه أسرع للإصابة بالإيروجين، لأنه البانس باعوا تبدي تأكل بالكارتليج يلا توصل للبون حتى تأكله، في حين هذه الأريا أقرب لها رأساً راح تبدي تأكله. فبالآر أي مارجنال إيروجين، وبعدين من تتطور أكثر يصير عدة سنترال إيروجين لما ينأكل الكارتليج. دكتورة أكثر ما تلبين يختلف بالمارجنال والسنترال إيروجين عند البيشنت؟ ما يختلف لا، لأنه هو الجوينت نفسه كل الجوينت انفلامد، فما راح يفرق عنده، بس راديولوجيكلي راح يساعدنا نفرق عن غير تايب اوف ارثرايتس. باعوا هنا مو قلنا اكو انواع مال 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 ديزيز اكتيفيتي، وينها كانت رسل يمكن قالت نعدها اخوتها، طبعا احنا مو قصدنا انه خافك احد ينتظر، مو قصدنا انه يعني ان نخلي الموضوع يعني أنه ندبرس أحد على مود الديزيز، وإنما لازم نكون فكرة أنه هو مو فد شي سهل، مو مثل السوفان والسلام وها هي، لا لازم أني أخلي عندكم فكرة أنه هذا المرض ممكن يكون disabling، وممكن يكون ويا إكسترا خلينا نقول خارج جوينت يعني manifestation، فإكسترا synovial manifestation وsystemic organ involvement اللي ممكن المريض يعاني من عدها. وباعوا disabling، باعوا هسه هاي الإيد الطبيعية بالبداية ما مبين هالقد شيء، هذا كان ولو باعوا تشوفون هنا بداية مال spindling بس نوعا ما طبيعية هاي الإيد، من شوية صار advanced بدك تبدي عندهم deformities. هنا أكو expansion بالرق، هاي الصورة الثانية، هنا تشوفون هذه subluxation وswelling، وهنا تشوفون هاي بداية one neck deformity، وهذا يسموه Z deformity of the thumb. باعوا شكله يصير Z shape. باعوا هنا هذه هسه الصورة الثالثة، هذا Z deformity of the thumb subluxation. هذه nodules، باعوها هاي الدعابل، هذه rheumatoid nodules، وده تشوفون شي صار عندهم، يصير عندهم ulnar deviation. هنا هذني كلهن ulnar deviation، هاي الاتجاه مالتها يجي صاير وكلها تتفسخ، لأنه تنأكل مو تنأكل رأس العظم، فالنتيجة أنه ligaments كلها يعني ما مشلبة بعد بشي، فكلها تتحرك توديها يمنة تروح يمنة، توديها يسرى تروح يسرى، فكلها تتآكل وتصير يا أما تصير fixed وانكيلوزز ورا فترة، أو تصير بالعكس كلش راخية وانستيبل. طبعا هنا شنو هي الجوينتس اللي قلنا affected by RA؟ احنا قلنا any synovial joint can be affected. راح نمشي من فوق اللي جوه، قلنا شنو؟ قلنا cervical spine، فيجينا pain ويجينا stiffness ويجينا neurological manifestation. عندنا الشولدرز كاملي affected by RA، ف هاي مجرد ملاحظات يعني مو ضروري انه تحفظوها بس تطلعون عليها. الالبو نقول انه الالبو طبعا من الامراض يعني اللي من المفاصل اللي اذا انضربت لازم افكر انه هذا inflammatory، لانه عندي تعرفون السوفان اسمه osteoarthritis. Osteoarthritis very very rarely affects the elbow unless it is secondary. يعني ال OA اللي هو disease degenerative process عادي عادة does not affect the elbow. من اللي أني عجايز والالبو مالتهم ما يقدرون يحركوها بسبب OA unless يا أما fracture يا أما trauma يا أما عنده gout يا أما عنده RA. دائما أكو فتشي اللي نسميه secondary osteoarthritis، لكن إذا نجي على RA بحد ذاتها it commonly affects the elbow.
وطبعا حصة الأسد هي للهانج والرست والرس. مهم نعرف أنه الدي آي بي أر يوز وين سبيرد. الدي آي بي يعني هو الديستال انترفالنجيال جوينتس. هاي النقطة مهمة نعرفها لأن مرات أكو أرثرايتس تصير ويا السورايسز نسميها سورايتك أرثرايتس. مرات تجي كلش نسخة طبق الأصل عن الروماتويد أرثرايتس. وشنو اللي يزيد الطين بلة؟ مثلاً السورايسز مو واضح عندهم، يعني أماكن كلش كونسيلد مثلاً بس داخل داخل صرته يعني بالأمبلايكس أو وراء إذنه أو بفروة شعره بحيث من القفل أو وراء فترة يلا يبين أو السورايسز إن ريميشن بس هو عنده أرثرايتس. هذا عادة سورايتك أرثرايتس affects the distal interphalangeal joints بس تجي كلش تشبه الروماتويد أرثرايتس. فإذاً الـ RA نفسها عادة does not affect the distal. وإحنا شقلنا قلنا يصير عندهم spindling بالفنجر لأنه distal spared فيكون رفيع والproximal مورم فيصير شكلها مثل الاسبندل. الهب طبعاً commonly involved بالـ RA knee affected والفوت والأنكل أصلاً من أوائل المفاصل اللي تنضرب بالـ RA تبدي بالفيت وبعدين تبدي بالهاند تبين. High distribution of joints affected by rheumatoid arthritis. قلنا any joint of the body can be affected. هذه ايش تشوفون بهاي الصورة؟ أحد يقدر يقول لي؟ شنو أكو abnormality بالصورة؟ لقيت شكلها طالع سلاح من الصورة. شلون؟ طلع لنا سلايد مو صور. سلايد مال فيزيكال ابنورماليتيز. ها لا عاد هسه ثواني هسه يحول على السلايد الثاني. ترى اكو النر ديفيشن؟ صحيح اكو النر ديفيشن باليمنى. سبيندلينج اوف دي. واضح. وده تشوفون هاي الجهة ده تقول عليها ulnar deviation تشوف الرست عبالك شوية بي وروم هي مو كلش هاي أوضح شيء للرست. وده تشوف أكو wasting ده تشوفون هاي الجهة ضعيفة مقارنة بهاي الجهة. ايه وهنا مو واضحة كلش مو واضحة كلش صحيح. هذه مورمة. إذن هذه اللي قلنا بينما الدستال شبيهة رفاع إذن spared هذه تمشي ويا الروماتويد أرثرايتس. باعوا هنا بيّن الاسبندلنج أكثر. سوان نيك هاي يعني عفية هذه سوان نيك. ليش؟ لأنه الدستال هو فليكس والبروكزيمال هايبر إكستندد فتصير مثل ما قلنا مثل سوان نيك اللي هي هيجي حتصير الأبيرانس مالتها. وهذا عدة وهذا هنا همينه طبعا عدة عند بوتينير ديفورميتي. انتو حفظوا الاسوانك والبوتينير عكسها. زين باعوا هذا ماكو ديفورميتي ما صايره عده. هنا هذا شو نسميها زد ديفورميتي اوف ذا ثامب. هاي شكو عده هنا ألنر ديفيشن اوف ذا ميتاكاربوفالنجيال جوينت. هنا سبلوكسيشن اكو عده. هذه سوانك 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 وهنا اكو عده بوتينير مو كلش واضحة. لا هاي هم ينسوانك. إذن هذني وبعد تشوفون شلون سيمتريكال هذه هاي الإيد تشبه هذه الإيد. فهذه advanced rheumatoid arthritis. يعني ممكن يجيكم سلايد بالأوسكي هاي الصورة شنو فأني رأساً لازم أقول عليها rheumatoid arthritis. ممكن نسألكم عدد أنواع deformities الموجودة فهو عدة ulnar deviation وعدة Z deformity of the thumb وعدة swan neck deformity. باعوا هذه الصورة من توضح أنواع الديفوربيتيز اللي تصير بالروماتويد أرثرايتس. باعوا هاي رايحة على جهة باتجاه الألنة. هذا هنا الراديوس وهاي الألنة هنا. فهذه صاير أكو شيفتينج باتجاه الألنة فهذا ألنر ديفيشن. باعوا هذه شلون صايرة كلها هذه ديفورميتي هنا. وطبعا هنا نلقي سوالينج والأمور كلها متخربطة عندهم. وباعوا هنا هذه guttering صاير هنا بسبب ال wasting of muscles. هذني كلها ممكن signs تنذكر. وهذا Z deformity of the thumb عدة بالفوت. بس العفو هاي الصور ما جاي تطلع بالبي دي اف ما لا تطلع
هتطلع بالبي دي اف. دكتور البي دي اف اللي دزيتي البي دي اف اللي عندنا مضروب مضروب البي دي اف اللي عندنا. وهذا نفسه التعرض ومن عرض، هذه نسخه ثانيه عاد ادز لكم هذه همين. تمام هسه طلعتكم الصور واضحه؟ اي صور عندنا واضحه بس من نرجع للدازيتم هم هذا مو اني حاطه نسختي يعني الظاهر وحده على الحاسبه وحده على ايباد اللي على الحاسبه انضربت الظاهر زين بالرجل ديفورميتي الشاب شو نسميها هامر تو ديفورميتي هالوكس بولكس هذا هالوكس بولكس البنات يعرفوه لانه اذا بنيه تلبس كعب عالي وحذاء ضيق فتره طويله بعدين وراء فتره من السنوات يبدي يصير عندها هذه الديفورميتي فهي مو سبيسيفيك للروماتويد ارثرايتس لكن كمان ان روماتويد ارثرايتس نسميه هالوكس فالجس اللي الهالوكس يروح فالجس يعني لاترال الهالوكس يعني البيكتو فالبيكتو رايح لاترال فنسميها هالوكس فالجس ديفورميتي وهذا نسميهم هامرتول يعني شكل الاصبع يصير مثل المطرقه هيك يصير شكله اللي هي طبعا مرادف تقريبا للبوتينير ديفورميتي لانه يصير اكو فليكشن هنا وهيك يصير شكلها زين وهنا هم يقول لك ممكن يصير اكو روماتويد نوديول قلنا اي مكان بريشر ممكن يصير بيه روماتويد نوديول هذه باعوها قلنا موست كومن اراوند ذا ايلبو طلعت لكم الصوره اي دكتور ده تطلع هذني الجغد هذني روماتويد نوديولز عاده قلنا هي فيرم لانه ماكو بداخلها سائل وانما هي نفس تركيب البانس عباره عن انفلاماتوري سيلز ودائر مدايرها فايبر سيلز وبداخلها اكو سنترال نيكروسز وتصير اراوند دي جوينتس اراوند اني بريشر اريا وتصير هذه روماتويد نوديولز هي سبيسيفيك يعني كلش سبيسيفيك للروماتويد ارثرايتس بحيث كانت بالكرايتيريا القديمه هي موجوده ضمن الكرايتيريا اوف روماتويد ارثرايتس باعوا هذه عاده هي طبعا سكين كولر لكن ممكن بسبب البريشر يصير بها حمار يصير بها نيكروسز هذه مثلا صاير لونها هي كلش رير لي طبعا انه تلتهب لانه ماكو بداخلها شيء ممكن يصير بيه لكن اذا الجلد داير مدايرها صار بيه التهاب ممكن يصير بيها discoloration او بسبب البريشر ممكن يصير بيها نيكروسز هذه مكان بريشر اريا فصاير عليه هذه هوايه كلش كمان اراوند ذا ايلبو باعوا هاي مو حكينا على الاي انفولفمنت هذه المريض عنده ريدنس هنا باعوا هنا هذه ثن السكليرا من تصير ثن يبين السائل الزجاجي اللي وراها فشي يصير لونه ازرق وورا فتره يصير بها رابتشر منها يعني تلقي زرف ومرابتشره نسميها سكليروماليشيا بيرفورانس باعوا هاي الصوره مالت الرجل هاي شنو عنده هاي رجله مورمه هنا السوالنج بني باعوا هاي الجهه عنده هنا سوالنج هذا نسميه بيكر سيست اللي هو يصير بسبب فلويد يتجمع بالجوينت ويتجمع بعدين لانه هذا كونكتد للجوينت فشي يصير مرات الفلويد يتجمع بوستيريرلي بالبوبيتيال فوسا فيصير عندنا سيست هذا طبعا مو سبيسيفيك للروماتويد ارثرايتس لكنه ممكن يصير اني ديزيز يسوي لنا فلويد داخل الجوينت ممكن ينتهي بالبيكر سيست مرات يطوق تشوفون هنا خلي نمسح هذه مرات هنا تشوفون هاي الجهة مورمة وهاي الجهة ما بيها وروم ليش هذا طاق البيكر سيست ونازل الفلويد للكاف داخل فهذا من ضمن الديفرنشال دياغنوسيس اوف دي في تي كلش مهم انهم فرقوا عن الدي في تي بس دائما يعني مريض يقول لي انه اني شو كانت ركبتي مورمة لانه الركبة هم راح يخف الوروم مالتها اشو راح الوروم وصار جوا برجلي فهذا نسميه رابتشرد بيكر سيست هذه ريد اي ممكن طبعا الريد اي تكون مانيفيستيشن اوف شوغرين سيندروم ممكن سكليرايتس اللي هي شو نسميها كيراتو كونجنكتيفايتس سيكا معناها دراينس سيكا معناها دراينس فكيراتو كونجنكتيفايتس معناها الكونجنكتيفال والايليد يصير بيهم دراينس فكيراتو كونجنكتيفايتس سيكا ممكن تعطيني دراي اي وتعطيني ريد اي ممكن الابيسكليرايتس والسكليرايتس كلها تجي ريد اي فهذا المريض اكو عده ممكن سكين فاسكولايتس تجيني على شكل بايوديرما غانغرينوزم وحده من الاكسترا ساينوفيال مانيفيستيشن اوف روماتويد ارثرايتس
ممكن البريكارديا ما افكتد ويصير اكو عندنا بريكاردايتس. دكتوره بس هم كنا ننتظر. اي دكتور هم كده ينتظرون ولا زحمة؟ أي إيه هسه أوكي. بقى هنا هاي الأشعة مثلاً ما تصدر، أنا المفروض ما أشوف هذني الماركينجز، ما أشوفها كلش واضحة هذني نوديولز، هنا أكو ماركينجز كلش واضحة، ولو هي ديجيتال أكسراي شوية مزعجة لأنه تطلع بها تفاصيل أكثر من العادة. بس ده تشوفون هنا اكو نوديولز، هذه نوديولز صغار، هذه البرونكوفاسكولار ماركينجز كلش واضحه، هاي هنا. فهذا المريض اكو عنده انترستيشال لانج ديزيز ويحتاج سي تي سكان، يعني الاكس راي، يعني احنا نريد نقول انه الار اي والشوغرن اثنيناتهم ممكن افكت ذا لانج ويحتاجون ايفالويشن اكثر. حكينا على هذني بس للاطلاع طبعا، ما راح اطالبكم بالارقام، لكن انه نعرف انه يعني مثلا الانتي سي سي بي كلش سبيسيفيك للروماتويد ارثرايتس لكنه مو سنسيتيف. تشوفون السنسيتيفيتي مالته، تعرفون السنسيتيفيتي يعني شنو؟ يعني شنو يعني شنو لاب فايندينج هو سنسيتيف؟ شنو معنى هاي الجمله؟ ويعني شنو specific؟ شو وياي لو راح الكونكشن؟ وياش دكتورة؟ بس صورة ماكو. ايه هسه صورة اكو تمام. اوكي. يعني شنو عندنا؟ يعني شنو عندنا lab finding هو sensitive او فحص هو sensitive؟ شنو معنى هاي العبارة؟ السنسيتيف اذا تتذكرون من الستاتستكس او من الاحصاء انه الفتشي السنسيتيف هو التيست اللي يفيدني للسكرينينج اوف ديزيز. ليش من اقول على شيء سنسيتيف؟ معناها عاده ما عندي فولس نيجاتيف، فولس نيجاتيف قليل بالفحص اللي هو سنسيتيف. يعني اذا اجمع مثلا 10 مرضى وأدزهم فحص معين، أدزهم مثلاً راندوم بلوت شوغر على مود سكرينينج فور دايابيتس، المفروض 9 من أصل 10 إذا أنا شاكة بالدايابيتس يطلع عندهم الراندوم بلوت شوغر عندهم بمشكلة. ترى حسب ما ذكروا السنسيتيفيتي إنه على الكيسات عندها الديزيز، هذا حق شيء هو التيست، والسبيسيفيتي إن ما عندهم. عافية. السبيسيفيسيتي هو صح، هو ال السنسيتيفيتي يستخدم للسكرينينج والسبيسيفيسيتي للدايجنوستيك. الفكره انه السنسيتيف تيست ما يضيع لي اي واحد عنده المرض، لكن بنفس الوقت حيشمل لي ناس هوايه عندهم يجوز ما عندهم المرض، لكن هذا الشيء مهم لانه مثل ما قلت يفيدني بالسكرينينج، لانه اني بالسكرينينج خلي اخذ ناس هيلثي واعتبرهم مرضى وبعدين أسوي لهم تحاليل ويطلعون هيلثي أحسن مما يطلع واحد مريض وأني ملاقفته. أوكي؟ فأني إذا أشوف هنا مثلاً خلنا نأخذ الRF. الRF إيش قد السنسيتيفيتي مالته؟ 62%. يعني شنو معناها؟ يعني هو والسبيسيفيسيتي مالته 84%. يعني السبيسيفيسيتي 84 معناها أكو 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 غير أمراض تسوي لي RF، يعني أكو غير أمراض other disease cause RF positive. والspecificity والsensitivity 62% معناها هو will not detect all cases of RA. ليش؟ لأنه إحنا قلنا هما ب70% بس هو موجود، فإذا sensitivity معناها أنه هو ما موجود بكل الكيسات، والspecificity معناها أنه هو مو بس بالRA وإنما يصير بغير أمراض. ال NTCCP specificity مالته كلش عالية، يعني أنا من ألقي تقريباً almost always this is true, this is rheumatoid arthritis، لأنه يعني ب98 من الحالات هو رح يكون positive. لما الاثنيناتهم نجمعهم سوا تكون ال predictive value مالتهم كلش عالية. هاي بس أريدكم تطلعون على هاي الأرقام، مو بالضروري تحفظوها حتى تكونون فكرة. الراديولوجي كلش مهمة عندنا بالتشخيص. باعوا هنا normal hand، شنو أكو عندنا؟
نشوف هنا نشوف البون نشوف إذا أكو أوستيو بينيا أو لا ونشوف الجوينت سبيس وندور على ديفورميتي و إيروجين. باعوا هذه الهاند بالمقارنة أو روماتويد أرثرايتس. أولاً الديفورميتي واضحة أنه هذا ديفيشن. تشوفون ثانياً هذا الجوينت تشبيه رايح أصلاً كله completely dislocated هذا المفصل. تشوفون هذا شلون زد ديفورميتي زين. هنا أنا حتى السوفت تشو هنا سوفت تشو سوالينج أكو عدة. قديمة أكو. Soft tissue swelling. واحدة من the earliest sign, radiological signs of RA. هنا هذني الجوينتس باعوا ماكو joint space. تشوفون هذني؟ هذا شوية أكو. باعوا هنا النورمال شون أكو joint space. في حين هنا ماكو تقريبا اختلف joint space. لكن انتبهوا. انتبهوا على distal. هنا بيها joint space. هنا distal همينة تقريبا preserved. مرات اشوف الدستال مثلا اذا تقولون هنا ماكو جوينت سبيس هاي ليش لان هذا عنده بدايه سوان نيك فمن ايده تنعقف بالاشعه راح تطلع اوفر لابس فيبين وكانما ماكو جوينت سبيس لكن لو اخذ الاشعه بالطريقه اذا بس على مود هذا الجوينت راح يطلع لا انه نوت افكتد وطبعا السؤال ممكن احد بيكم يسال اذا هو الدستال نوت انفولفد لعد ليش يصير بي فليكشن بالسوان نيك ديفورميتي الفليكشن بسبب انه التندنز والليجمنتس هي تجر لانه هذا اذا ديسلوكيتد وهذا تخربط راح كل هالليجمنتس تنسحب من جواها فتسحب الجوينتس اللي هي اتاشت لها وتسوي لنا ديفورميتي مو بالضروره كل ديفورميتي سببها هي ايروجن ممكن الديفورميتي تكون سببها سحب من العضلات ومن الليجمنتس واو هاي الايروجن شلون واضحه واضحه عندكم الصوره باعوا هذني الإيروجنز مارجينال إيروجنز باعوا شلون مأكول العظم هذا همينه مأكول وباعوا العظم كله أوستيوبينيا كوبي يعني هنا إذا نرجع على الصورة الطبيعية باعوا هنا هنا وين الكورتكس وين الميدولا من بينه إذا نرجع على الصورة الطبيعية باعوا هنا أكو الكورتكس واضحة إذا نرجع على إذا نرجع على الصورة الطبيعية هنا نشوف الكورتكس واضح هنا هاي خطوط بيض هنا مختفية ماكو هاي الخطوط البيض اللي المفروض داير ما يدور فكلها صاير بي أوستيوبينيان وهنا أكو عندنا إيروجن باعوا هاي again this is normal This is normal. تشوفون هذه البياضات اللي هنا؟ هنا كلها تقريبا نفس الشيء بسبب الأوستيوبينيا. باعوا هنا الجوينت مأكولة متأكلة. الجوينت سبيس ما واضح في حين هنا كلش واضح. هنا أكو إيروجن. هنا أكو إيروجن. هنا هذني باعوا هنا الريست. هذه شلون واضحة. العظام كلها هنا العظام ما نقدر نفرق. هذا يا عظم وهذا يا عظم. الكابي طب. بالهاميت طب بالسكافويد كراودينج اكو فهذه كلها فيتشرز اوف روماتويد ارثرايتس باعوا هنا همينة هذه الريست جوينت ماكول اكل البروكسيمال ماكول اكل فهذه ايضا ادفانسد روماتويد ارثرايتس وما اكو احد منكم اوكي هنا عندنا على مود يشخصون احنا عندنا بالروماتولوجي طبعا امراضنا تضرب اكثر من سيستم وبيها هوايه اشكال مختلفه فلهذا السبب دائما اكو كلاسيفيكيشن كرايتيريا اريدكم تنتبهون على كلمه كلاسيفيكيشن هذا المصطلح استعملوه على مود من يسوون بحث يدخلون كيسات للبحث يعني اني مثلا اريد اسوي بحث على مرضى الروماتويد ارثرايتس واريد اشوف ايش قد عندهم انترستيشنال لونج ديزيز من أسوي بحث المفروض أني حتى أكون واضحة أنه أني من هم اللي اختاريتهم عندهم روماتويد أرثرايتس يعني ممكن يحاججوني يقولوا لي ومنو قال هذولا عندهم روماتويد أرثرايتس فأني أسوي كرايتيريا أعتبرها هذا اللي عنده هذه الأشياء معناها هو روماتويد أرثرايتس لكن
من نجي على التشخيص مرات أكو حالات مو بالضرورة تكون منطبقة عليها الكرايتيريا في حالات نادرة أو خارجة عن الكرايتيريا. فإذا كلمة classification هاي لكم هاي المعلومة مو معناها هذا قرآن وأحلف عليه، لا، وإنما هذه الموست خلينا نقول أنه لأنه كل كرايتيريا أكو بيها همين sensitivity وأكو specificity للتشخيص المعين. فاي سنة 1987 سووا أول كرايتيريا التشخيص الروماتويد أرثرايتس، تشمل الستيفنس، تشمل features of inflammation، لازم ثلاثة or more joints، ولازم الرست involved، ولازم symmetrical arthritis، وإذا أكو روماتويد نوديول، إذا أكو أنتي RF factor، إذا أكو بالراديولوجي changes of RA اللي هي طبعاً erosion، ولازم أي كرايتيريا تكون موجودة ستة أسابيع أقل شيء. المريضة اللي جمع كل واحدة طبعاً تأخذ نقطة، المريضة اللي جمع أربع نقاط من هذني يعتبروه RA. بس ورا فترة بدأوا يشوفون أنه يعني أنا معقولة أنتظر هذا المريض ما أطيع علاج، أنتظره إلى أن يبين عنده اللاب كلش عالي وأنتظر الأكس راي، الأكس راي مرات تطول سنتين يلا تطلع بوزيتيف، معقولة أنا أنتظرهم هاي الفترة كلهم وأعوفهم بدون علاج؟ فلهذا السبب طوروا الكلاسيفيكيشن كرايتيريا اللي هسه ماشية for early detection of rheumatoid arthritis. هاي الكرايتيريا منو سواها؟ سواها فشي اسمه اليولر بالاتحاد مع الاي سي ار. اليولر هذه الجمعيه مال المفاصل اليوروبيان، والاي سي ار هي الامريكان كوليدج اوف روماتولوجي. هذول تجمعوا سوا وقالوا يابا احنا ما نقدر نعتمد على هاي الكرايتيريا مال 87 لانه كوما كيسات يعني معناها حنبدي لهم العلاج لما هم سقطوا، لان لازم اكو ديفورميتي ولازم اكو نوديول أو إكس راي فايندينج، إحنا ليش دا ننتظرهم هاي الفترة كلها؟ فون بديلهم العلاج أو كت، فاتفقوا ويطلعون بكرايتيريا حتى ديتكت إيرلي أرثرايتس. هاي الكرايتيريا تشمل أربع أرياز، باعوا هاي أريا 1، أريا 2، أريا 3، أريا 4. أول أريا تشمل الجوينت انفولفمنت، على عدد الجوينتات راح يحصل نقط. إذا المريض عنده طبعاً إحنا شنو قلنا الآر أي عادة سمول جوينت أكثر من اللارج جوينت، لهذا السبب إذا مونو أرثرايتس راح يأخذ نقطة واحدة، راح يأخذ one large joint، طبعاً هاي بها خطأ، المفروض يأخذ zero، one large joint يأخذ zero ما يأخذ أي نقطة. إذا two to ten large joints يأخذ two، إذا one to three small joint هاي أمنة أجين، أنا ما راح أطلب من عندكم تحفظوها، بس أقلها هاي الأرقام، يعني لا تحفظون بالضبط الرقم مش قد، لكن تعرفون area of of the criteria، يعني نعرف أكو area involving the joints وأكو area involving lab serology وأكو area involving the acute phase reactants اللي هي ESR والCRP وأكو area تشمل duration. فما أطلب من عندكم أنهم حافظين بالضبط التفاصيل مات الكرايتيريا، لكن تعرفون شنو هي area اللي involved بالكرايتيريا. اوكي، واصلا احنا اكو عندنا ابلكيشن نسميه روما هيلبر، هذه موجوده بالكرايتيريا تتدخل بكل بساطه مال كل الديزيزز. فحتى بالوقت بالوقت الحالي يعني احنا حافظيها صحيح هاي الكرايتيريا، لكن ممكن واحد خلال ثواني يطلع يشوف هذا المريض فصلنج الكرايتيريا اور نوت، مو بالضروره انه يعني يكون حافظ هذه الارقام، بس لازم نعرف انه اني شو ادور جوينت، ادور لاب، ادور وباللاب شو ادور اكيوت فيز رياكتنس اللي هي اس ار وسي ار بي، وادور سيرولوجي اللي هي RF وأكبا، وأدور الديوريشن. هنا هذول يعتبرون البرزيستنت سينوفايتس ست أسابيع. ليش اختاروا ست أسابيع؟ لأن أكو عندنا الفيرال أرثرايتس عادة ما المفروض تطول أكثر من ست أسابيع. فحتى يقول يعني ليش واحد يتحاسب، يقولون أنت الفيرال أرثرايتس تسوي مثل الروماتويد أرثرايتس وتعالجته من وقت، المفروض الفيرال أرثرايتس ما تطول أكثر من ست أسابيع. فمن تتجاوز الست أسابيع فولفولنج ديث كرايتيريا أنا المفروض أعتبره أنه هذا إيرلي روماتويد أرثرايتس. أوكي، التريتمنت أوف آر أي، أنا عندي أوبجيكتيفز أو عندي أهداف أعالج آر أي. أول هدف مالتي أنه هذا سيستميك إنفلاميشن أخلص من عنده، فهو أعالج الديزيز أكتيفيتي. هاي سيستميك إنفلاميشن ما تفيد أني أريا أوف ذا بودي، لا راح تفيد، ممكن يتحول إلى أميلويدوسيز إذا يبقى إنفلاميشن عالي، ممكن يصير بإسكيميك هارت ديزيز إذا يبقى إنفلاميشن عالي، فالسيستميك إنفلاميشن ما يفيد أي أحد، والجوينت راح يصير بي
disability. ثاني goal عندي اللي هو مرتبط بالgoal الأول راح أني أقلل disability of the patient. ليش؟ خطية هو ممكن يدرس، ممكن يشتغل، ممكن يعيش حالة حال أي إنسان، ممكن يتزوج، ممكن يأسس عائلة. أنا ليش أعوفه بدون علاج وأحرمه من أنه يعيش حياته كشخص طبيعي؟ في حين ويا العلاج ممكن يعيش حياته كشخص طبيعي ويسوي كل هاي الأشياء. فإذا أني أقلل disability مالته. والنقطة الثالثة أنه أني أقلل structural damage وأقلل deformity. هذني كلها يعني واضح ومفهوم أنه هي متداخلة. أني لما أقلل disease activity بالنتيجة المريض ما راح يصير عنده disability وما راح يصير عنده structural damage. وستركتشرال دامج هو راح يؤدي الى ديسابيليتي، وكل هذه هي فيشس سيركل خلينا نسميها اوف اكتيف ديزيز. اذا الهدف مالتي هو هذني الثلاثه مثل ما قلنا انه اني تريت ايرلي، وهذا هو الهدف من الكرايتيريا الجديده. الكرايتيريا الجديده مو بس اشخص من وقت، وها هي هدفي من التشخيص هو العلاج. اذا تريت ايرلي، ابلاي تايت كنترول. اني ما اريد والله ها خلي والله ما يخالف، خلي الاي اس ار عالي، خلي السي ار بي عالي، خلي ما يخالف اذا مفصل واحد يوجعها. لا، احاول اسوي تايت كنترول. واكو عندنا ميجرز اوف ديزيز اكتيفيتي، همينه عندنا ابلكيشنز خاصه نقيسها تشمل النمبر اوف جوينتس، وتشمل السي ار بي والاي اس ار، وتشمل المريض هو شلون يحس بنفسه، تشمل الايرلي مورنينج ستيفنس ديوريشن. اكو عندي كالكوليترز خاصه تطلع لي ارقام، ومن هاي الارقام اعرف الديزيز اكتيف او لا. فاني المفروض احافظ دائما على low disease activity أو إذا أمكن remission. هذه لمصلحة المريض حتى أقلل structural damage وبالنتيجة أقلل disability. زين. وطبعاً أنا مو بس أبدي علاج early، أكو مرضى أختارهم أبدي لهم العلاج الأقوى بالبداية. يعني مثلاً أنا عندي علاجات نسميها traditional treatments، وأكو عندي علاجات نسميها biological therapies. Biological therapies هي اللي طلعت آخر 10 سنوات أو 15 سنة، اللي هي هذه أدوية غالية، أدوية كلش مؤثرة، أدوية كلش مفيدة، بيها مضاعفات وبيها adverse effects. المفروض المريض أني أبديله بالtraditional therapy وأصبر عليه، أشوفه إذا ما صار استجابة أضيف لهذه الأدوية الغالية. لكن أكو مرضى أختارهم من البداية ممكن أضيف لهم الأدوية الغالية. اوكي انا راح الكونكشن مالتي ورجع وياي. نعم دكتور وياك. زين، شنو اخر شيء سمعتوه؟ ذكر. اوكي ما يخالف، احنا كنا اخر شيء نحكي عليه انه النون فارماكولوجيكال. نون فارماكولوجيكال يس. اكو عندنا البيشنت ايدكيشن، اشرح له شنو هو الديزيز مالتك، شنو علاجاتك، وليش لازم تستمر وياي. اشرح له سلايد ما اشرح له. نعم اشرح له ايش وقت يرتاح، ايش وقت يسوي اكسرسايز، اشرح له انه الاشياء اللي تفيده هي الثيرابي، كول ثيرابي،
سبلينت، اقول له انه اذا سمين لازم اسوي ويت لوس، السمن يسوي لي سي ار بي عالي ويسوي لي سيستميك انفلاميشن، وكذلك السمن كوزن راح ياثر على المفصل، هو ما عايز المفصل يعني هو بلا شيء متاذي النوبه وزن زايد عليه. فذني كلها اشرحها للمريض بالإدوكيشن. نجي على الفارماكولوجيكال تريتمنت، اكو عندنا ممكن نستعمل للبين، نستعمل نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، هذول يفيدون البين، لكنه نقطه مهمه انهم ما راح ياثرون على الديزيز بروجريشن، يعني هم بس يسوون ماسكينج للبين. لهذا السبب احنا اكو عندنا علاجات نسميها ديزيز موديفاينج انتي روماتيك دراجز، او نختصرها نسميها ديمارد. النون ستيرويدال هي مو ديمارد، ليش؟ لانه هي بس راح بس راح تقلل الالم بس ما راح تسوي لنا ريديوس البروجريشن اوف ذا ديزيز. زين، شنو عندنا اذر لاين اوف تريتمنت؟ اكو عندنا الستيرويد. الستيرويد تشتغل بين ريليف، تشتغل بس طبعا اكو بيها ادفيرس افكت اون لونج تيرم. فش احنا شنو الحل مالتنا؟ الحل مالتنا نستعملها كاندكشن، نستعملها فور شورت ديوريشن، اوكي، وهم هنا اجين it does not reduce the progression of the disease، بس كلش مفيده انه تخلي لنا الالم يروح بسرعه فتخلي المريض يستمر على العلاج، لكن كلش ناكد عليهم انه for short duration only. قلنا اكو عندنا disease modifying anti rheumatic drugs، هم دول من اسمهم disease modifying، يعني هم دول اللي راح يمنعون the progression وراح يمنعون the deformity. اوكي، بس شنو مشكلتهم؟ انه يتاخرون على ما يشتغلون، يعني مثلا يراد لهم في 6 اسابيع يلا يبدي يبين الايفكت مالتهم، فاني استعين بالنون ستيرويدال واستعين بالستيرويدز لحد ما تبدي تشتغل هاي الادويه. وطبعا هم بيهم توكسيسيتي فيحتاجون مونيتورينج باللاب. شنو عندنا الديزيز موديفاينج انتي روماتيك دراجز؟ اكو عندنا الميثوتريكسيت نسميه جولد ستاندرد. احنا فتشي عندنا ار اي تساوي ام تي اكس، في اغلب الاحيان مريض الار اي لازم ياخذ ميثوتريكسيت. اكو بدائل له مثلا الفلونامايد، السلفاسلازين، وهيدروكسيكلوروكوين. هيدروكسيكلوروكوين هسه شويه سوقه صاعد، ليش هسه كلش يعني مال كورونا والثاني عافيه مال كورونا، فشويه صارت الناس تهتم بيه وتدوره وقلانه من السوق، فمرضانه ما يقدرون يحصلوا بسبب هذه الهوسه مال كورونا. شنو فوائد الميثوتريكسيت؟ ينطي دونز وانس بير ويك. اتصور يعني اي مريض راح يرحب بفكره انه بدل ما ياخذ الدواء يوميا ياخذ يوم واحد بالاسبوع. زين، عندنا كلش اكسبيرينس كلش واسعه على الميثوتريكسيت من الخمسينات لحد هسه، ونعرف بيه انه يفيد كلش بالروماتويد ارثرايتس. هوايه مرضى يستمرون عليه لأنه هو قليل استعماله ولأنه يشوفون فرق عليه. زين، ويفيد حتى بالمودريت أو سيبير آر آي، يعني أنا حتى لو هو واحدة ما راح يفيد تماما يوصل المريض للرمشن، لكنه راح يقلل الديزيز أكتيفيتي. وطبعا هو ممكن نستعمله واحدة أو ممكن نضيفه كومبينيشن with other drugs. شنو هي مضار الميثوتريكسيت؟ أنا أحتاج لاب مونيتورينج بالبداية كل أسبوعين يجوز، وبعدين ورا فترة أبدي أسويه كل شهر أو كل شهرين ممكن أسوي له لاب مونيتورينج. بي توكسيسيتي، ممكن أكو مرضى يتحسسون من عنده، ممكن يصير عنده هيباتيك توكسيسيتي، يصير عنده يأثر على البون مارو يسوي له مايلو سبريشن، ممكن يأثر على اللانج يسوي له انترستيشيال انفلترايتس. أوكي، المرضى هواية ما يتحملوا يسوي لهم نوزيا ويسوي لهم دياريا إذا ينأخذ أورال. زين، وكونترا انديكيتد ان بريجننسي، واذا المريضه تريد تصير بريجننت او حتى الميل يريد يسوي عائله فلازم قبل فتره احنا نحكي وياهم نبدل العلاج حتى لا ياثر على الجيرم سيلز. الدوز المعتمد عليها هي لحد من 7.5 الى 25 ملغ بير ويك، ينأخذ يوم واحد بالاسبوع. نعم، اكو سؤال؟ دكتور السؤال أي. هو يعني ذني الأدوية اللي تستخدم بالأوتوميون ديزيز بالبريجنسي، أكو دواء مسموح بيه غير الأسيتايوبرين؟ لو بس الأسيتايوبرين مسموح بيه بالبريجنسي. شوف، المسموح بيها بالبريجنسي أسهل لكم إياها، أنا عندي مختصر إلها، هي كاش. نقدر نستعمل
الكورتيكوستيرويد، نقدر نستعمل الأزاثيوبرين، نقدر نستعمل السلفاسالازين، ونقدر نستعمل الهيدروكسي كلوروكوين. ذني الأدوية نقدر نستعملها، وكذلك السايكلوسبورين. السايكلوسبورين بس يراد دوز معينة يعني تنحسب مسموحة بالبريغنانسي. أوكي، فهذا تقدر تضيفه على السايكلوسبورين. هذني الأدوية اللي نقدر نستعملها بالبريغنانسي. أوكي، شكرا. أهلا. الميثوتريكسيت طبعا هو يسوي مايلوسبراشن، ويأثر هو ما تتذكرون أكو فد إنزيم نسميه يعني على الفوليك أسيد ميتابوليزم يأثر، فهو هو يسموه داي هيدروفوليت ريدكتيز إنهبيتر هو الميثوتريكسيت. فإذا هو يشتغل على السايكل بيها فوليك أسيد، فأني حتى أقلل المضاعفات مالته أعطي وياه فوليك أسيد. الريجيمز تختلف وناس مختلفين، احنا عادة نفضل مو الميثوتريكسيت نعطي يوم بالأسبوع، بهذا اليوم ما نعطي فوليك أسيد، لأنه من باب فكرة أنه أنا ليش الطيور ما راح يشتغل الميثوتريكسيت، فأعطيه في بقية الأيام حتى أقلل السايد إفكتس مال الميثوتريكسيت. ممكن يسوي لي أورال ألسر، يسوي لي ميوكوسايتس، يسوي لي دياريا، يسوي لي أبدومينال بين، يسوي نوزيا، الفوليك أسيد راح يقلل كل هذني السايد إفكتس. هذا طبعا ما مطلوب من عندكم، بس للي عنده رغبة بالاطلاع على الباثوجينيسيس اوف روماتويد ارثرايتس، هن يعني انه تي ان اف دي اثر، راح يسوي لي هذني الشغلات اللي هي اوستيوبلاست اكتيفيشن، هي الاوستيوبلاست تسوي الاوستيوكلاست اللي راح تاكل البون وهكذا. قلنا الادويه الثانيه يسموها بايولوجيكال ديمارز، اللي هذه سوت لنا خلينا نقول الثوره في علاج روماتويد ارثرايتس بالديكيدز الاخيره. عندنا أدوية نسميها اللي تأثر مثل ما قلنا، أكو TNF يلعب دور بالباثوجينيسز، فأكو عندنا TNF inhibitors اللي هي ممكن تكون soluble TNF receptor antagonist، اللي هو بس راح يشتغل على receptor وعلى receptor مات TNF، ما راح يضرب كل TNF. هذا الدواء شنو اسمه؟ اسمه etanercept، من اسمه sept فهو يشتغل على receptor. أوكي، sept يساوي receptor، ريسبتر انتاغونيست اسمه ايتانرسبت. واكو عندنا مونوكلونال انتي تي ان اف الفا انهبيتر، هذا المونوكلونال انتي بودي راح يحاول يسوي راح يعادل كل التي ان اف الفا، لانه هو مونوكلونال انتي بودي، انتي بودي اجينست تي ان اف، ما راح يشتغل بس على الريسبتر، راح يشتغل على الانتي بودي كله. ف شنو اسمه اول دواء اخترعوه؟ اسمه انفليكسيماب، هذا مو اسمه ماب، آخر شيء AB يعني أنتي بودي، حتى لا تخربطون، لا تنسون ياهو ريسبتر وياهو أنتي بودي، AB يعني أنتي بودي. فإنفليكسيماب وكو عدنا وراء طوروا فتشي اسمه Human Monoclonal Anti-TNF اللي هو يسموه أداليموماب، همينة ماب يعني أنتي بودي. هذني هي مو بس أدوية يعني والسلام، TNF alpha يفيدنا يقضي على الانفكشن، يقضي على الانفلاميشن، يسوي inflammation العفو، حتى هاي inflammation الغرض مالتها القضاء على infections معينة. فأني من راح أقضي على TNF وهو من اسمه tumor necrosis factor، يعني هو يساعد على القضاء على tumors. فأني شتوقع من راح أني أقلل من هذا، شتوقع إذا أكو مثلا tumor صغير أو صغير شراح يصير بي؟ راح يكبر كلش، لأنه ما عندي الفاكتر اللي راح يسوي له necrosis. فإذا يزيد لنا risk of infection، ومن ضمن الانفكشنز اللي كل شيء اثر عليها التي ان اف هو التي بي. اوكي، لانه التي ان اف هو تي سيل ميديتد سايتوكين، والتي بي هو تي سيل ميديتد ديزيز. ممكن يسوي لنا قلنا تيومر، ممكن لقوا كيسات يسوي عندهم ديجنراتيف نيورو ديجنراتيف ديسوردرز، مثلا مالتيبل سكليروسز او مثلا باركنسون ديزيز، ولقوا عندهم يسوون اوتو اميون ديزيز. يعني هو اني شايفين هاي أستاذ خضير عندنا الله يذكره بالخير، شي يقول يعني هذا بالصحراء وقع عليه شباك، يعني منو يوقع عليه شباك مع السيارة؟ حتى هو بالصحراء وقع عليه شباك مع السيارة، هاي قد ما حظه ما حلو، أنه هو هم عنده autoimmune disease وده ياخذ له anti-TNF، وهاي anti-TNF سوت له other autoimmune disease. ليش؟ لأن هنا كلهن antibody، وإحنا نعرف أي شيء يعني أنت ده تطي للجسم antibody، ممكن الجسم هم أنه يسوي له antibody ويطلع له أمراض جديدة.
other biological therapies اكو عندنا interleukin 1 receptor antagonist لان مثل ما قلنا الانترلوكين 1 يلعب دور هذا اسمه اناكينرا ممكن نشتغل على البي سيل اللي يطلع انتيبادي نعطيها شنو نعطيها ريتوكسيماب اللي هو انتي سي دي 20 يشتغل على البي سيل ممكن نستعمل الثيرابي اللي هي ضد التي سيل لانه مثل ما قلنا اكو تي سيل قاعده بالبانس فنستعمل شنو اسمه اباتا سيب ممكن نستعمل انتي انترلوكين 6 انتيبادي اللي هو التوسيليزوماب توسيليزوماب سامعين بيه لو لا أحد سامع بالتوسيليزوماب؟ زين إذا أقولكم اسم الأخ هو أكتمرا أحد سامع بي؟ من صار اسمه أكتمرا اسمه التجاري؟ ترى اسم عني ما نعرف إنه التجاري مو التجاري هسه همين سوقه ماشي مو إحنا هسه أدوية المفاصل أغلبها تصير بيها دراسات على الكورونا لقوا أنه الأكتمرا يفيد باللونج هذا السبير اللي هو يسموه سايتوكين ستورم سيندروم يس اللي افكتس ذا لونج ويسوي لنا انفلاميشن سبير باللونج قاموا ذولا مرضى الكورونا يطوهم توسيلوزوماب اللي هو انترلوكين 6 فالبحوث اغلبيتها تتعامل معه باسم التجاري ما اعرف ليش يمكن لانه الشركه هي اللي سوته هذا ده تطي اسمه اكتمرا فهو هذا يعني هسه تشوفون صار الهيدروكسيكلوروكوين دا يستعملوا النون ستيرويدال دا يحجون بيها بالكورونا وكذلك التوسيليزوماب other treatments اللي همينة هسه داخلة بالكورونا نسميها جاك انهيبيترز جاك 3 جاك هو مختصر للجانس كاينيزز اللي هم انزيمز تلعب دور بداخل الخلية بالتوصيل داخل الخلايا هذا الدواء اسمه توفاستينيب طبعا احنا يعني أدوية المفاصل من أتعس الأدوية حتى تحفظوها و I feel you يعني كلش أنه بس إن شاء الله بالإعادة بالتكرار راح تتعلمون على أسمائها هذولا مثل ما قلنا involved بالسيجنالينج داخل الخلايا فنسميها intracellular signaling pathways طبعا من كل شيء يفشل أو أنه مريض أكو عندنا deformity ممكن نحوله للسيرجيكال treatment ممكن يسوون arthrodesis اللي هي معناها يلغون المفصل أصلاً يلغون المفصل يسوون بـ ankylosis بالمفصل ويربطون مفصل بالعظم بعظم ويلغون هذا المفصل حتى ينتهي الألم لكن طبعاً بمضار أنه يعني المفصل ما راح يتحرك بعد وممكن يسوون joint replacement باعوا هذا مثلاً عنده مسوي joint replacement فإذاً إذا نأخذ مختصر فقط على شون أني أسوي مانجمنت المريض أولاً لازم أتأكد فعلاً أنه هو روماتويد أرثرايتس أو لا لأنه تخيل هو فيرال أرثرايتس وأني أعطي ستيرويد وأعطي ميثوتريكسيت وأعطي بيولوجيكال ثيرابي إميون سابراسنت ويعني راح ألعب بطوبة إذا أني ما متأكدة فعلاً من التشخيص إذاً أتأكد أولاً أنه هو روماتويد أرثرايتس إكسكلود أذر كوزز أعرف يا جوينت هي اللي أفكتد أعرف شنو إكسترا extra articular manifestation لأنه أني إذا مثلاً أعالجه أقول إيه والله هذا مريض مرض بسيط وبس أطي مثلاً ميثوتريكسيت وها هي وأني مهملة فكرة أنه الآي ممكن تكون affected وأخلي المريض يفقد بصره لازم أنتبه زين وأطي علاج المناسب أطي aggressive treatment for aggressive manifestation أفكر ممكن يكون عنده thyroid disease ممكن يكون عنده ischemic heart disease وياها ممكن أطي full dose of NSAID طبعاً بس مع الاهتمام بالجي اي تي سايد افكت والهايبرتنشن ممكن اضيف لبيولوجيكال ثيرابي ممكن اعطي ستيرويد استعمله اذا اكتف ديزيز حاليا او استعمله مصطلح بريدجنج ثيرابي معناها على ما تبدي السلو اكتنج دراكس تشتغل وكانما جسر بين نو ثيرابي الى الاكتيفيتي اوف ديزيز موديفاينج انتي روماتيك دراج ولازم لازم اخلي المريض بين فري وفريكوينت مونيتورينج فور توكسيسيتي هذان الجنرال رولز in the management of rheumatoid arthritis. وها هي. هذه المحاضرة تدوخ شوية أسماء بها هواية. دكتور عندي سؤال. أي تفضل. دكتور ذولا جماعة الهاند ديفورميتي مثلا أبو سوان نيك أو غيره. إذا صار عدة وانطيته تريتمنت يرجع للنورمال أو شبه النورمال. لو إلا عملية. لا ما يرجع للطبيعي. ولهذا السبب إحنا أي بس الفكرة أنه ما راح تتطور أكثر.
لانه هو بعد جوينت وين اكل لازم عمليه بالضبط. لهذا السبب اني لازم من البدايه اعالج المرض حتى لو اوصل لهاي المرحله. تمام. هسه حاليا مع العلاجات المتطوره والبيولوجيكال ثيرابي صار لها 10 سنوات احنا عندنا بالعراق، فبدينا نشوف عدد اقل من المرضى اللي هم بهاي الديفورميتيز، لكن للاسف مرضى الكبار بالعمر نشوفهم، ممكن نشوف عندهم هاي الديفورميتيز لانه الدايجنوزز يلعب دور همين من البدايه. الدايجنوزز الادويه مو دائما تتوفر، مو دائما الريفيرال صحيح يصير لهم. اكو عندنا مرات هوايه الفكرة القديمة عن المفاصل أنه هو ها هي أعطي ميثوتروكسيت والسلام، فهوايا مثلا من الجي بيز أو الأورثوبيديشن هم يعالجون مرضى الار اي، ويبقى المريض هو أكتف ديزيز بدون أبروبريت تريتمنت، فالنتيجة أنه ينتهي بديسيبلنج ديزيز. دكتورة بالسؤال. تمام شكرا دكتورة عايشتي لك. أهلا وسهلا تفضل دكتور. دكتور شنو يعني causes of death بالروماتويد أرثرايتس؟ هو احنا عرضناها هنا على سلايد هسه نرجع عليها. النمبر 1 كوز اوف ديث هو الاسكيميك هارت ديزيز. النمبر 1 هو اسكيميك هارت ديزيز. اوكي هذه هو ممكن مالجنسي، ممكن انفكشن، ممكن اذر مانيفيستيشن اللي هي ممكن بالجي اي تي او بالرينال او اذرز، بس اهم شيء رقم 1 هي الاسكيميك هارت ديزيز. ليش؟ لأنه CRP يصعد بالRA ودائماً associated with active disease. CRP it is a risk factor for development of atherosclerosis and furthermore ischemic heart disease. يعني مو شرط المريض RA يصير vasculitis حتى تنضرب الارتريز اللي تجهز الهارت، لا atherosclerosis. أوكي. Yes. والmalignancy ليش؟ قلنا هو المرض نفسه chronic inflammation يسوينا malignancy، والtreatment مالتنا ممكن يسوينا malignancy. احنا ما نريد نخوف رسول يمكن اللي قالت لنا انه اختها عندها ار اي، لكنه اي نعم ماكو احد انتظر اوكي، لكنه هذني الكوزز اوف مورتاليتي ان روماتويد ارثرايتس. راح يصير الاتفاق قال لكم الدكتور انه احنا ان شاء الله كل اسبوع راح نسوي كويز بسيط ريفيو على المحاضره اللي اخذناها سابقا. ما اريد اسوي لكم كويز مفاجئ وما اعرف ايش، لا تاخذون وقت اسبوع كامل تطلعون على المحاضرات على الماده تكونون فكره. عندي سؤال ممكن يسال واليوم ما اليوم الكويز تجي على باتشر او غير يوم ولا شلون كيفكم؟ انا فضلت اليوم حتى لانه هاي المحاضره اصعب حتى يكون عندكم مجال انه الاسبوع القادم تقروا، بس انتم كيفكم انت تحضرون نمتحن مو دخل وقت يعني يمكن هسه اي ما عندي وقت محدد، تريدون اليوم تريدون غير يوم براحتكم. دكتور نشوف الممثل هو يرتبه ويدز لي خبر ان شاء الله. اعطوني خبر هو حتى ادز لكم الفورمه مال الاسئله. تمام شكرا دكتور عاشور. دكتوره بس الملف مال هاي المحاضره مال هذا عندنا مضروب. اي هسه ادزه. تمام شكرا دكتور. شكرا دكتور عاشور. شكرا مع السلامه. مع السلامه.